مشاهدينا في كل مكان، صباحكم احلى، نعبتنا احلى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم تنزيله: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. الكلام ده في سوره الاسراء. وفي الحقيقه بقى ان الوفاء من الاخلاق الاسلاميه النبيله جدا جدا، وربنا حثنا في محكم اياته على الوفاء بالعهود كلها بشكل عام. يعني اي اتنين ما بينهم عهد او اي مجموعه من الناس بينهم اتفاق، ده بيسمى عهد. واوثق العهود دي والعقود هي عقد الزواج. اذا كان الوفاء بالعهود بشكل عام ربنا وصى بيه، فما بالكم بالعقد بقى ما بين الزوجين؟ ما يعتبرش ابدا حاجه رفاهيه، بل حاجه واجبه على كل زوجين. وفي الاطار ده بقينا بنسمع قصص كتير جدا في العكس خالص عن الوفاء، زي مثلا قصه يمكن انا عصرتها وشفتها بنفسي. زوجه كانت من اسره ميسوره ماديا، وكانت على قدر عالي من الجمال. قبل ما تتزوج كان شرطها ان يكون عريسها بمستوى مادي عالي جدا، وده حقها، مش هنقدر نقول لها لا عشان نقطه التكافؤ. المهم اتجوزوا، وكان زي ما بنقول كده بالبلدي مهنيها ومبغددها ومعيشها زي الملكات. قدر ربنا مره وهو مسافر من محافظه للتانيه عمل حادثه، ربنا يعافينا جميعا، ودخل المستشفى ورجله ما بقتش بتشيله من بعد الحادثه دي، وبقى بيمشي على كرسي متحرك. طبعا حالته النفسيه كانت سيئه جدا، وحالته الجسديه اكيد انتم متخيلين، وبقى طول الوقت ماشي بالكرسي المتحرك ما يقدرش انه يستغنى عنه ابدا. قامت زوجته طلبة الطلاق، وفعلا اتطلقت وما قدرتش تصبر عليه، ولا افتكرت الود والعشره والهنا اللي كان معيشها فيه. مش بس كده، بعد ما العده انتهت راحت متجوزه عليه على بعده على طول، مفيش وقت نضيعه. قصه تانية في المقابل انتشرت في الفتره الاخيره وبقينا بنشوفها على كذا جروب، وهي بتحكي ان زوجها اصيب بفشل في الكبد. فراحت هي فورا عملت التحاليل، والحمد لله طلع تطابق وبتاع، وراحت اديته فص من بتوعها. وبعد فتره هي بقى اللي اصيبت بالفشل في الكبد، وكانت اديت له واحد من بتوعها، قام حضرته سابها وراح اتجوز عليها. اي نعم الجواز التاني حقه الشرعي الكامل، ما نقدرش نتكلم في حاجه زي كده، بس توقيته غلط، وخصوصا بعد موقفها معاك. خلعت حته من لحمها واديتها لك بدون ما تتردد وبكل حب، وانت قابلت ده انك تجرحها وتطعمها، وانت عارف ان ده حاجه ممكن تكون جرح كبير جدا لاي ست في وقت هي اكتر وقت محتاجه لك فيه. وايوه في المقابل الطلاق حلال ربنا، بس انت نسيتي ان زوجك اكرمك، ونسيتي كل اللي عمله معاكي، وكفرتي العشره وسبتيه في مرضه بطوله، ورحتي اتجوزتي واحد تاني. فين بقى الوفاء في الحالات اللي زي دي؟ وفين العشره؟ وفين صيانه الميثاق الغليظ والموده والرحمه اللي احنا بنتكلم عنها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. شوفوا بقى سيدنا علي هو بيقول جمال كده خطير في بيت شعر بيتكلم فيه عن الوفاء، وبيقول: ولا خير في ود لامرئ متلون، اذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد اذا استغنيت عن اخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. يا ترى مين اكثر وفاء، الست ولا الراجل؟ شاركونا بارائكم بعد الفاصل.